هو في واقع الأمر تم ترقيتك إلى رتبة جنرال، وكنت أصغر شخص في تاريخ الكي جي بي يحصل على رتبة جنرال بعمر 38 سنة أتوقع، وحصلت على مجموعة من الأوسمة طبعا وترقية، أصبحت رئيس قسم مكافحة التجسس. أعطينا فكرة عن أهمية هذا القسم في الكي جي بي، واحد من أهم الأقسام في الاستخبارات السوفيتية، قسم مكافحة التجسس الخارجي. ما هي المهام الرئيسية وأهمية هذا المكتب؟ حسنا، قسم المخابرات الخارجية كان مهما جدا، له عدة مهام. المهمة الأولى هي اختراق جميع أجهزة المخابرات والشرطة والأمن في العالم، بالطبع الولايات المتحدة في المقدمة، تليها دول حلف الناتو والبقية تتبع. وهذه كانت عملية مهمة جدا ونجحنا في ذلك. كان لدينا على سبيل المثال المخابرات الفرنسية وجهاز مكافحة التجسس هناك، كانوا تحت سيطرتنا. في أستراليا كان أحد كبار المسؤولين في جهاز الاستخبارات هناك مصدرا مهما لمعلوماتنا. لماذا أستراليا؟ صحيح إنها بلاد بعيدة، ولكن هي جزء من التحالف الغربي، أي الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، أستراليا، نيوزيلندا، لذا سوف نحصل على معلومات غاية في الأهمية من هناك.